وليد عبيد، فنان مصري من أصلا من الصعيد، من سوهاج، وبرسم فنان تشكيلي. وبداية حياتي بدأتها في اليمن مع والدي، كان بيدرس هناك وأنا رحت، وكان ده حظي حلو جدا. اليمن بلد جميلة جدا وفيها طبيعة، فما طفل بينشأ في الطبيعة والشلالات والزلط الملون والجو بتاع اليمن ده اللي فيه خضرة، والبيوت فوق الجبال وسطها خضرة، فعيني اتعودت على الجمال بدري بدون قصد يعني. وفعلا وانا عندي 6 سنين أو 6 سنين ونص تقريبا بدأت ارسم بالالوان الزيت، كان والدي بيشتريها لي، اقعد ارسم في المناظر الطبيعية. انا مهتم بالجانب الضعيف او الجانب المظلوم، فطبيعي هتيجي المرأة في الاولويات. وهتستغربي انا كمان متحيز للحيوان جدا، يعني مش للمرأة بس، لكل الحاجات اللي منتهكة في عصرنا ده. انا من النوع اللي بحترم الموديل كإنسان، مش بعتبرها تمثال جميل او حاجة برسمها فازة. بحب اتكلم معاها لان انا برسم الروح اكتر. يعني اللي كانت شوك بالنسبة لي اما نزلت اللوحة بتاعت لويد اكت اللي هي فعل فاضح. طبعا فعل فاضح ده في الذهنية اللي عندنا العربية، ان واحد مثلا بيبوس واحدة في عربية على سلم. فانا دايما بحاول اغير برضو المفاهيم دي من اسماء اللوحة. يعني شفت ان الفعل الفاضح ده ان واحد يضرب واحدة، هو ده الفاضح فعلا. فبقالي يعني من بعد ما خلصت دي انا بفكر فيها، وهي انا ببقى مجهز مواضيع اصلا، يعني مش بقعد ادور هعمل ايه، بس بشوف ايه اللي يطفو على السطح. يعني كان في مثلا حاجة قبل الخروج دي هي اللي طافية، اول ما خلصت دي لقيت الخروج بقت هي اللي نفسي فيها اكتر اشتغلها، بشوف انا حابب ايه اكتر. الخروج هو رمز، هي اللوحات كلها بتدي كذا رمز، يعني ليها اوجه كتيرة. المرأة ممكن تبقى الوطن، ممكن تبقى الأرض، ممكن تبقى الحنان المفقود، ممكن تبقى الأمان، ممكن تبقى كذا رمز.